أهلا بكم يا أصدقائي، السلسلة الجديدة أفكار افتتاحيات الشطرنج. كتب الشطرنج كتيرة ومتعددة، والكثير من الخبراء كتبوا عن الافتتاحيات، وتم تقسيمها حسب النقلة الأولى إلى افتتاحيات بدأ الملك أو افتتاحيات بدأ الوزير. والحقيقة الافتتاحيات مليئة بالتفريعات ومليئة بالتشعبات اللي ممكن يحتار فيها الكثير مننا، ولكن لو احنا عرفنا افكار الافتتاحيات بصفة عامة ومبادئ الافتتاحيات، وكمان عرفنا الفكرة وراء افتتاح معين، ده هيسهل لنا نص المهمة في دراسة الافتتاحيات. ومن هنا جاءت فكرة السلسلة باني اقدم المكتوب في الكتب بطريقة مبتكرة، انها بتقدم فكرة مركزة عن كل افتتاح ومجموعة من التفريعات اللي بتكفي اللاعب المتوسط ان يبدأ بيها الدور ويعبر بسلام مرحلة الافتتاح. فيديو رقم 27، وما زلنا في افتتاحيات بدأ الملك E4 E5، وده الفيديو الثالث في مجموعة افتتاحيات جمبيت بعنوان جمبيت الملك المقبول، والفيديو ده مخصص لجمبيت موزيو. تم نشر هذا الفيديو من قبل بصورة مستقلة وتم ضمه إلى هذه السلسلة. تفريع جمبيت موزيو: إنه تفريع حاد من جمبيت الملك. جمبيت الملك يبدأ بـ E4 E5 ثم يلعب الأبيض F4 مضحيا ببيضك. عندما يترك أحدهم مادة مجانا فلابد أن يحصل أمامها على شيء ما مثل تفوق في التعبئة، وجمبيت موزيو يبدأ بعد قبول الأسود التضحية ويلعب E takes F4 ويأتي الحصان الأبيض إلى F3، إنها نقلة تعبئة بسيطة، والأبيض يحضر للتبييت في جناح الملك حيث تجيء الرخ إلى عمود F النصف مفتوح. الأسود قد يلعب G5 لحماية بيضقه، ورد النموذجي للأبيض في جمبيت الملك هو لعب H4، حيث انه اذا دفع الاسود بيضقه الى G4 يمكن للحصان القفز الى الموقع الامامي G5، وبعد ان يأتي بفيله الى C4 سيكون هناك الكثير من الهجوم ضد بيضق F7. ولكن في جمبيت موزيو الابيض بدلا من لعبه H4 يلعب الابيض بيشوب C4 ليضع ضغطا على مربع F7، ولكن هدف الاسود من لعب البيضق الى G5، وبرغم من انها تضعف جناح الملك الا انه يهدف من ورائها الى تقديم البيضق الى G4 مهددا الحصان، والابيض بدلا من تحريك الحصان الذي لا يمكنه حاليا الذهاب الى G5 بدون ان يلعب مسبقا H4، وبدلا من ذلك يقوم الابيض بتكملة التعبئة بالتبييت متجاهلا تهديد الحصان، وبعد ان يأخذه الاسود يعاود الاخذ بالوزير على F3، ونصل إلى الموقف المميز لجمبيت موزيو. لن ترى هذا الموقف دائما، فالأسود بدلا من لعبه G5 قد يعبئ أحد حصانيه أو يلعب D6 أو يدخل فيله للمربعات السوداء في الدور مبكرا. ولكن إذا وصلت لهذا الموقف فإن لديك العديد من الطرق للعب، لقد ضحيت بمادة كبيرة، ولكن هناك العديد من الأفخاخ التي يمكن للأسود الوقوع فيها وعليه أن يلعب بمنتهى الدقة. ولكن إذا كان الأبيض قد أعطى الكثير من المادة مبكرا في الدور، وإذا وضعت هذا الموقف للتحليل مع الكمبيوتر ستجد العديد من التفريعات الممكنة. الأبيض ليس متخلفا جدا، بل في بعض الأحيان يكون متقدما بسبب أن لديه مثل هذا الهجوم القوي على جناح الملك الأسود. وإذا كنت لاعبا تتسم بالشراسة سيكون من المفيد لك المتابعة، لأنك سترى كيف تتصارع القطع معا وكيف تهاجم ملك الخصم. أن الأبيض لديه تفوق ضخم في التعبئة، لقد أتم تبييته في جناح الملك، لديه قطعتين كبيرتين الوزير والرخ يهاجمان على عمود F النصف مفتوح، في المربعات البيضاء على C4 يهاجم مربع F7، بينما الأسود ليس لديه أي قطعة منتشرة. إذن هناك شيئين يجب وضعهما في ذهنك عندما تلعب جمبيت موزيو. أولا يجب أن تكون هجوميا طوال الدور. إذا فكرت
تقتل بعض الوقت في إرجاع قطعك للخلف أو اللعب بسلبية، فإنك ربما تلعب جنبيت موزيو بطريقة خاطئة. لا تنسى أنك ضحيت بمادة، وإذا نجح ملك الأسود في التبييت في جنبيت موزيو فلا شك أنك تلعب بالجنبيت بطريقة خاطئة. لذلك ضع هذا في ذهنك بينما نستعرض التفريعات القادمة. التهديد الرئيسي للأبيض هنا هو الذهاب بوزيره إلى F4، حيث سيصبح لديه الوزير والرخ يهاجمان نقطة F7 بمساعدة هذا الفيل على C4. قد ترى أن النقلة الأولى للأسود هي Queen F6، ومن هنا يصبح للأبيض الخيار لأن يكون حتى أكثر شراسة. الأبيض يستطيع أن يلعب هذا البيضق إلى E5. هذه نقلة هامة للعديد من الأسباب. أولا، بعد أن يأخذ الوزير بيضق E5 هذا يعني شيئين. أولا، إنه يسمح للأبيض بتضحية مادة إضافية، كما إنه يفتح عمود E، والأبيض يريد بالتأكيد السيطرة على هذا العمود المفتوح ويستخدمه مع العمود F النصف مفتوح في الهجوم على الملك. مرة أخرى نكرر أن هدف هذا الافتتاح للأبيض هو مهاجمة ملك الأسود بكل إمكانياته، ولذلك يضحي الأبيض هنا بمادة أكثر ويلعب بيشوب تيكس F7 مهاجمة للملك على E8. والآن ليس على الأسود أن يأخذ هذه المادة، ويجب عليه دائما أن يأتي بملكه إلى G8، وهذه هي النقلة الصحيحة. إذا نظرنا للموقف الحالي، الأبيض لديه تقدم ضخم في التعبئة، ويمكنك أن ترى أن الملك الأسود وكامل القطع السوداء متواجدة على الصف الثامن ولن تذهب إلى أي مكان، ولذلك سيكون من السهل جدا للأبيض شن هجوم شديد على الملك الأسود الذي لن يتمتع بالأمان لوقت طويل. ولكن ماذا لو أخطأ الأسود وأخذ فيل F7؟ سيكون من السهل على الأبيض مواصلة الهجوم، حيث إن موقع الملك أصبح مفتوحا في وسط الرقعة حتى نهاية الدور، وهنا يستطيع الأبيض لعب بيدقه إلى T4، وبعد أن ضحى الأبيض بفيل وحصان لا يضيره أن يضحي بيدق آخر، وبعد أن يأخذ الوزير على G4 بكش يستطيع الفيل أن يغطي من E3، إنها نقلة جيدة تكسب تيمبو، والتيمبو معناه إنك تعبئ إحدى قطعك مع إجبار خصمك للتراجع بقطعه للخلف. الأسود لا يستطيع بالطبع أن يأخذ على E3 لأنه سيخسر وزيره، إذ أن بيضق F4 مربوط على الملك الأسود، كما أن البيضق لا يستطيع أن يأخذ الفيل لأنه مربوط على الملك كما رأينا. لذلك الأسود مضطر للتراجع بوزيره للخلف. وإذا نظرنا للموقف سنجد أن الأبيض لديه الكثير من القطع التي تهاجم، بينما الأسود حرك قطعتين فقط، هما الملك والوزير المطارد الآن على طوال الرقعة. الأسود هنا لديه خيارات قليلة، وإذا تراجع بوزيره يستطيع الأبيض أن يأخذ بيضق F4 بالفيل أو حتى بالوزير، ولكنني سأريك أحد الأفخاخ هنا، لأنك حين تلعب جنبيت موزيو قد يخطئ خصمك ويحاول أن يفوز بمادة أكثر ويأخذ بالوزير على B2. هذه النقلة خطأ لعدة أسباب. أولها أن الوزير غادر ساحة المعركة، والأبيض أصبح له هجوم حاسم لن يستطيع الأسود الصمود أمامه. الأبيض يأخذ بيضك F4 بكش، وكيف سيستطيع الأسود الدفاع؟ يجب أن يضع قطعة ما على مربع F6. إذا عاد بوزيره إلى F6 يلعب الأبيض كوين C4 تشيك، والوزير الأسود أيضا مهدد ولا يستطيع التحرك لأنه مربوط بالرخ، والرخ الأبيض سيأخذ وزير الأسود بالتأكيد. إذن لا يستطيع الأسود التغطية بالوزير من F6، ربما يستطيع بالحصان نايت F6، ولكن هذه أيضا خطأ. الأبيض يستطيع الآن لعب نايت C3 مخرجا كل قطعه إلى اللعب النشط، ورغم أنه متخلف ماديا إلا أن هذا ليس مشكلة، لأن لديه قطعة أكثر من خصمه داخل اللعب، خاصة إذا كان الملك في العراء في وسط الرقعة كما هو الحال الآن. من الخطأ أن يأخذ الأسود حصان الأبيض بالوزير رغم عدم حمايته. إذا قام بذلك
كوين تيكس سي 3 يرد الأبيض ببساطة بيشوب دي 4 ويخسر الأسود الوزير. بالطبع إنه لا يستطيع الأخذ بالوزير، والأسود عليه أن يجد الحل لتهديد الأبيض بكوين تيكس اف 6. الحصان لا يستطيع الحركة، وإذا جاء الملك إلى اي 8 فهذا لن يغير الأمور، سيأخذ الأبيض الوزير، أو يمكن للأبيض أيضا أن يأخذ الحصان أولا، وفي النهاية سيسقط الوزير ويصبح الأسود متخلف ماديا، وكل هذا وملكه ما زال في منتصف الرقعة. إذن الأسود بالتأكيد ارتكب خطأ عندما أخذ على بي 2، ولكن إذا فعل الأبيض يأخذ على اف 4 ولديه خيارات كثيرة لمواصلة الهجوم. حتى الآن رأينا ما يحدث إذا حاول الأسود أخذ مادة، ولكن هل لدى الأسود دفاع آخر؟ إذا لم يأخذ البيدق على دي 4 ولعب مثلا كوين اف 5، هنا يستطيع الأبيض الأخذ بالفيل على اف 4، ونقلة الأبيض القادمة تعتمد على رد الأسود. لنفترض أنه ذهب بفيله إلى جي 7، أو يمكنه أن يلعب نايت سي 6. مع كلا النقلتين يلعب الأبيض كوين بي 3 تشيك، والأبيض دائما يهاجم الملك، لأنه كما قلنا مرارا وتكرارا موجود في وسط الرقعة، وما زلنا نهدد بالهجوم بالكشف بالرخ على الوزير بعد تحريك الفيل، أو الهجوم على الملك إذا تحرك الوزير. والأسود عليه دائما اللعب بحذر شديد، لأنه قد يقع في العديد من الأفخاخ. لذلك يجب أن نضع في أذهاننا هذه التفريعات وخطورة أن نخرج بالوزير إلى مربع F6 مبكرا. تفريعات أخرى يمكن أن نراها تبدأ بالنقلة البينية التي قد يلعبها الأسود في هذا الموقف، وهي بيشوب C5 تشيك مهاجما للملك الذي عليه الحركة إلى H1، وهنا يأتي الأسود بوزيره إلى F6. الأبيض يلعب هنا بطريقة مختلفة قليلا، ويأتي بحصانه أولا إلى C3، ومرة أخرى يهتم بتعبئة قطعه. لم تعد تصلح تضحية الفيل على F7، ولكن ما زال للأبيض تفوق ضخم في الهجوم، وما زال من الصعب جدا على الأسود التبييت، وكما قلنا لا يجب السماح لخصمك بالتبييت في جنبية موزيو. قد يحاول الأسود استكمال تعبئته ويلعب نايت سي 6، ربما هو يحاول التبييت في جناح الوزير، ولكن الآن تستطيع أن تلعب نايت دي 5، إنها نقرة في منتهى القوة، إنك تهاجم الوزير على اف 6، وأيضا تهاجم هذا البيدق على اف 4، كما تضع ضغطا كبيرا على سي 7، بشوكة على الرخ على اي 8 والملك هنا على اي 8. مما يجبر الوزير على التحرك وأداء نقلة أخرى، ربما يتحرك إلى دي 6 وإلا سيقع في أحد الأفخاخ، ولذلك يجب عليه أن يكون حذرا جدا. في النقلة القادمة يمكنك لعب البيدق إلى سي 3 مهددا بدي 4، وستحصل على مساحة ضخمة وتفوق أفضل، وستضع ضغطا أكبر على الأسود. كما رأينا لم يكن هناك فارقا كبيرا إذا لعب الأسود النقلة البينية بيشوب سي 5 أو لم يلعبها. بالطبع لن يسمح لك بالتضحية على اف 7، ولكن ما زلت محتفظا بمقدرتك على شن هجوم قوي. نعود مرة أخرى إلى الموقف الأولي. بعض اللاعبين قد يحاولوا التكملة هنا بلعب نايت سي 6، وهي نقلة تعبئة معتادة، وبما أن بيضك اف 4 ليس محميا، إذا يمكن الأبيض المواصلة بلعب كوين تيكس اف 4، وهنا نرى أن كل هذه القطع تصوب ناحية اف 7، ولذلك على الأسود حماية هذا البيدق بطريقة ما. يبدو أن أفضل نقلة هي كوين اف 6، ولكنها للأسف خطأ، فبعد كوين تيكس نايت تيكس، ويأخذ بالرخ على اف 6، والأبيض استرجع قطعته، بل وأصبح متفوق ماديا، بينما ملك الأسود ما زال في خطر، ويهدد الأبيض بالأخذ أيضا على اف 7، ولديه دور جيد جدا.
وبما أن الأسود لا يستطيع أن يجيء بحصانه إلى C6 فلا بد أنه يستطيع أن يجيء بحصانه الآخر إلى F6. الأبيض هنا ما زال لديه بضعة اختيارات، ولكن النقلة المعتادة أن يأخذ على F4 ويضع ضغطا كبيرا على جناح الملك، ولا يبدو أن الحصان على F6 يساهم بالكثير في الدفاع، فقد يرد الأسود بD5 بلعب مضاد في وسط الرقعة، ولكن بعد أن يأخذ الأبيض ببيدقه ولا يستطيع الأسود معاولة الأخذ بالحصان، لأنه سيترك بيدق F7 مكشوفا أمام الوزير، وبالطبع لا يستطيع الأسود أخذ البيدق بالوزير لأنه تحت حماية الفيل. إذن لقد رأيت بالتأكيد العديد من خيارات الهجوم، وفي أي وقت ترى الرقعة ولديك فيل ووزير ورخ مع ملك مبيت، وخصمك لم يحرك أي قطعة من قطعه بعد. هذا يكون افتتاح مثير للغاية، لذلك إذا كنت لاعبا شرس فإنني أرشح لك لعب جنبيت موزيو.